وتنطلق دورة ألعاب البحر المتوسط في مدينة وهران بالجزائر. البطولة دي من البطولات القوية والمنافسة بتكون فيها شرسة بشكل كبير جدا، رغم أنها بطولة إقليمية خاصة بالدول المطلة على البحر المتوسط، لكن أسماء الدول المشاركة فيها أسماء مرعبة، أسماء قوية جدا. يعني مثلا هتلاقي موجود فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، تركيا، اليونان، كرواتيا، سلوفينيا، سيربيا، بجانب دول شمال أفريقيا اللي بيتميزوا في ألعاب كتيرة جدا. كمان هتلاقي سوريا، لبنان، والدول دي متميزة في الألعاب الجماعية والفردية، المنافسة بتكون فيها صعبة جدا جدا. مصر بتشارك في البطولة ب 177 لاعب ولاعبة في 19 رياضة، هم 23 رياضة ولكن احنا بنشارك في 19 رياضة. عندنا أمل وطموحات كبيرة جدا إن شاء الله أننا نحقق ميداليات في بطولة مثلا زي رفع الأثقال، عندنا أبطال حدث ولا حرج في المصارعة، الجودو، عندنا كمان أبطال مميزين جدا. ممكن نشوف في الألعاب الجماعية كرة اليد بتعمل نتائج إن شاء الله تكون نتائج مميزة بشكل كبير. من وجهة نظري البطولة يعني احتكاك قوي جدا ومهم ومفيد للرياضة المصرية، والمنافسة في البحر المتوسط ليها شقين. الأول هو تحقيق ميداليات، وعلى الأقل نحافظ على المركز الخامس اللي حققناه في آخر دورة ألعاب بحر متوسط. الشق الثاني هو أننا نختبر لعبتنا في منافسات قوية، احتكاك يكون قوي مع دول كبيرة عندها لاعبين كبار، ودي استفادة كبيرة جدا من خلالها نقدر نقول أبطالنا ولاعبينا اللي مشاركين هما فين؟ هما موجودين فين؟ في أنهي منطقة؟ هما هنا؟ ولا في المنطقة الدافية؟ ولا المستوى مش على ما يرام؟ هم واقفين فين ورايحين فين؟ نقدر نشتغل عليهم الفترة اللي جاية من خلال تحديد طبعا مستواهم. وكمان بعض الاتحادات قررت ان هي تشارك بلاعبين شباب تديهم الفرصة، ده كويس جدا ومفيد اكيد للاعبين الصغيرين، اللاعبين الشباب، لان ممكن تستفيد من الشباب دول وتكتشفهم في بطولة كبيرة زي دي، وتكتشف روح البطل. يعني روح البطل بتبان عند اللاعب ان هو صغير، ان هم يستحقوا ان هم ياخدوا الفرصه في البطولات الكبيره مع المنتخبات الكبيره، ليها فوائد كتير جدا. رغم ده مصر مطالبه ان هي تحقق ميداليات، لان اسم مصر كبير في الرياضه على مستوى اكيد القاره وعلى مستوى دول البحر المتوسط. عندنا ابطال كتير بنحقق بطولات اكتر في الفتره الحاليه، في بطولات عالم، في بطولات أفريقيا، في بطولات على المستوى الدولي، وبالتالي لازم نشوف لاعبين مصريين على منصات التتويج في دورة ألعاب البحر المتوسط اللي هتكون في وهران بالجزائر بإذن الله. كمان لو بصينا على تاريخ دورة ألعاب البحر المتوسط هنلاقي إن مصر أفضل دولة عربية حققت ميداليات في تاريخ الدورة. مصر محققة 567 ميدالية، 142 ميدالية ذهب، و194 ميدالية فضة، و231 ميدالية برونز. مصر بتيجي في الترتيب السابع في تاريخ الدورة بين المنتخبات من حصد الميداليات، اللي بتيجي طبعا في الصدارة عندك إيطاليا عندها 2303 ميدالية، 876 ذهب، 740 فضة، و687 برونز. طبعا عدد كبير جدا من الميداليات، ولكن انت بتتكلم في فرق المستويات، منتخب إيطاليا من المنتخبات القوية جدا في ألعاب كتيرة، وده عدد كبير بيوضح قد ايه المنافسة، وان الدول الكبيرة دي مركزة في بطولة زي البحر المتوسط. فرنسا بتيجي في المركز الثاني، تركيا بتيجي في المركز الثالث، وإسبانيا بتيجي في الترتيب الرابع، ويوغوسلافيا بيجي بعد كده بعد منهم، والترتيب بيجي في المركز السادس اليونان. عندك دول كتير، دول كبيرة وبتنافس بشكل كبير جدا، ولكن بنقول وبنعيد كتير ان مصر كمان كبيرة، مصر عندها أبطال ولادة في كل الألعاب، ولسه عندنا كتير، ولسه عندنا اللي نديه، ولسه عندنا اللي نضيفه لسيفي الرياضة المصرية في كل المحافل الدولية. أكيد بنتمنى التوفيق لبعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط وتحقيق ميداليات وإنجازات تليق باسم مصر ومكانتها الكبيرة جداً.